Boxen Sie? Boxen Sie? Nein, nein, nein. Möchten Sie in Deutschland boxen? Möchten Sie in Deutschland boxen? Wo ist Herr Rosner? Da. بشغل في مصنع. بشغل ايه؟ بشغل خراط. وعايز تلعب ملاكمه؟ بديت يا فندم. لعبت قبل كده؟ انا كنت بلعب في نادي الشبان المسلمين في مصر. طب اول حاجه يا محمد لازم تنسى كل اللي تعرفه وكل اللي اتعلمته عن الملاكمه. حاضر يا فندم. على المزاج يعني. اسم حضرتك ايه؟ كوستا. كوستا تبقى يوناني؟ يوناني مصري. يوناني. ولسه حضرتك بتلعب ملاكمه؟ انا ملاكم قديم ومدرب ملاكمه دلوقتي وطلع من تحت ايدي ملاكمين عالميين دلوقتي اهو بالي شنيلر دي شنيلر. وايه اللي جاب حضرتك المانيا؟ ايه دي حكايه طويله بحكيها لك بعدين. شبين يا مهندس؟ سبت مصر من زمان يا خواجه؟ الله وحشتني قوي كلمه خواجه. انا عشت حياتي كلها في اسكندريه لغايه ما قامت الحرب سنه 56. اجمل حياتي قضيتها في مصر. انا بدات الملاكمه جنب محل بقاله كنت فاتحه في اللزقين. هو ايه اللي خلاك سبتها؟ ايوه ما قلت لك بعدين. ايوه فكرتنا باسكندريه يا خواجه. امال سبتها ليه يا خواجه؟ ما قلت لك بعدين يا محمد هتعرف كل حاجه. المهم دلوقتي تنزل وتروح تشتري لك لبس عشان تحضر الامتحان بتاع اللجنه بكره. لجنه؟ ما انا وريت حضرتك الجرنين الملاكمه. مش قلنا بقى هننسى انك كنا بنلعب ملاكمه؟ انت مش عايزني ادربك على طريقتي ولا ايه؟ لا طبعا ده انا يبقى لي الشرف. خلاص هتحضر امتحان اللجنه بكره. طب اصل انا بقى لي زمان ما اتمرنتش يعني. طيب انا هدي لك لبس من عندي وتبتدي تتمرن وانا هاجل لك الامتحان جمعه كمان. انت وزنك كام يا محمد؟ وزن 72. لا انا عايزك تنزل 71 عشان تلعب خفيف متوسط. الوزن ده ناقصني قوي. حاضر. تلعب بقى حبل وتجري كتير. نزل الشكل كده. اتقدم 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 وكفاية خلاص تتندم للشمس للنور للشمس للنور مش هيعطلنا زور الدنيا حتطول انا من الدنيا حتعلم كل ما الدنيا حتطول انا من الدنيا حتعلم اتقدم حتعلم اتقدم 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 واحلف مش راح نتندم واحلف مش راح نتندم واحلف مش راح نتندم للشمس النور مش هيعطلنا
العصور. قول ما الدنيا حتطول انا من الدنيا حتعلم، قول ما الدنيا حتطول انا من الدنيا حتعلم، اتقدم حتعلم اتقدم 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 واحلف مش راح نتندم، واحلف مش راح نتندم. هي دي اللي انا عايزها يا محمد، الخطافيه اليمين تاني.